اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه، كابتن خالد الزيد والاستاذ احمد الشمراني هم ضيفان حلقه الليله، بعثمان ابو بكر مالي في فقرتنا اليوم لبين قوسين. يبدو ان استحضار الماضي وربطه بوقائع الحاضر سيصبح هاجسا يؤرق العاملين في لجان الاتحاد السعودي لكره القدم، وهو الأمر الذي استند عليه الكاتب عثمان أبو بكر مالي في مقالته بصحيفة النادي تحت عنوان مكيال التأجيل بين الاتحاد والأهلي، والتي اخترناها لكم في فقرة بين قوسين. ويقول فيها: تبدو مبررات إدارة النادي الأهلي بطلب تأجيل مباراة فريقها الدورية في الديربي أمام فريق الاتحاد منطقية وعملية جدا، حتى إذا كان موعد المباراة الأصلي مبنياً في فاصله الزمني الرسمي والدولي المعتمد والمأخوذ به من الفيفا، غير أن تلك المبررات تصطدم بموقف لجنة المسابقات نفسها مسبقاً وقرارها الصارم في عدم تأجيل أي مباراة مهما كانت الأسباب، وهو ما حدث في مواقف سابقة لا تزال في الذاكرة، أقربها يتعلق بالطرف الثاني في مباراة التأجيل وهو نادي الاتحاد، حيث رفضت اللجنة في الموسم الماضي تأجيل مباراته في ظروف مشابهة أمام فريق الشباب في الأسبوع الخامس من الدوري، حيث كان الوضع يتعلق بعودة لاعبيه من المنتخب بعد خوضه مباراته الهامة في ذلك الوقت أمام منتخب تايلاند في بانكوك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، حيث كانوا سيعودون إلى جدة ومن ثم يغادرون إلى الرياض لأداء مباراة الشباب قبل العودة إلى جدة لأداء مباراة تشومبوك الكوري آسيوياً. ويضيف الكاتب: كان موقف لجنة المسابقات الرفض وإحالة الموضوع إلى إدارة نادي الشباب التي أحالته بدورها إلى مدرب الفريق فرفض التأجيل جملة وتفصيلاً، واللجنة رفضت من قبل تأجيل مباريات اتفق طرفاها بحجة عدم قناعة المبررات، ولذلك فإن قرار اللجنة القادم والمتعلق بالموضوع إذا لم يكن نفسه أو مشابها سيكون مزدوجا ومتناقضا، بل سيبرز ما يقال ويتردد عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نشكر الزملاء، نشكر زميلنا بدر الفايز اللي طبعا هو صاحب هذا الصوت الجميل في قراءة النصوص معنا في كل حلقة. خلينا نشوف توقعات الأمس لمباريات اليوم. ناخذ توقعاتكم مباريات بكرة بس بشكل سريع، ناخذ توقعاتكم الرائد والتعاون. تعادل. كم؟ 1-1. تعاون. 1-0. الشباب والفتح. الشباب والفتح. الشباب. 1-0. الشباب والفتح. 3-1. الأهلي والوحدة. الأهلي. 2-0. 3-0. Congratulations. 3-0 الأهلي. Celebrations. الجرام والاتفاق. الاتفاق. تعادل. كم؟ تعادل. اتحاد وهجر. هجر. كم؟ تعادل. أنا عورني رأسي من كثر الأخطاء. في توقعات اليوم اللي كان صرنا ما يبي سيلبريشن والله العظيم، يعني مو معقول كل هذا غلط. طبعا الحين ما طلع على الإعداد لأن الإعداد شيء يفشل بعد شيء، الله لا يوريكم. قلنا ما له داعي نطلع الإعداد اليوم، خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة المدينة: الهلال يقترب من عقد ياسر الشهراني ب20 مليون. والأرجواني دا سيلفا يقترب أو أبرز المرشحين لخلافة ماتوران. ف
الشرق الأوسط مسؤول في لجنة الحكام، الحكم الأجنبي حرم النصر من هدف صحيح. الحياة، 8 أندية تورط رابطة الدوري مع الاتحاد الآسيوي. في صحيفة الشرق، رسوب 47 حكما في اختبار اللياقة. والنصر يقيل ماتورانا وشحاتة أبرز المرشحين. في الوطن، برازيل الهلال يطيح بماتورانا النصر. ورفض التأجيل، الديربي يفجر غضب الأهلي. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف ضيوف حلقة البث. عبد الله القحطاني المحلل التحكيمي لبرنامج كورة، ونايف العنزي المحلل والناقد الرياضي المعروف. أبو محمد، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الأستاذ أحمد الشمراني الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك تركي، شكرا للكابتن خالد الزيد، شكرا لأخوة المشاهدين. وأقول للجنة المسابقات أن هذه ليست مثلك في مبررات الأهلي، طبعا مسببة 7 لاعبين وثامنهم طبعا الحوسني برحمة المنتخب بلاده، العودة حيكون إلى الرياض الأربعاء، المباراة الجمعة. فأعتقد أنه إذا كان لجنة المسابقات بتحاول أن تخرج من مأزق وقعت فيه في السنوات الماضية بتأكيد قوة قرارها هذا العام، فأعتقد أنها بترتكب خطأ كبير، لأن هذه الحالة مختلفة تماما. هنا مهمة وطن، 8 لاعبين يمثلوا الأهلي ولاعب واحد في الاتحاد، بعد مباراة الاتحاد مباشرة واللي حتكون بعدها ربما بساعات وجود اللاعبين وعودتهم معسكر المنتخب، حيكون هناك مغادرة إلى طهران. فأتمنى من لجنة المسابقات أن تقرأ الحالة كما يجب وأن تتخذ القرار الصائب. وإذا مثلا لجنة المسابقات صرت على رأيها، فأعتقد أن هناك اتحاد وهناك أيضا رئيس اتحاد يجب أن يلجأ له الأهلي، لا سيما وأن خطوة الأهلي مبررة ومسببة. شكرا لك أبو محمد. شكرا لك، شكرا لك تركي. كابتن خالد، شكرا جزيلا لك، هارد لك اليوم. لا، أنا أقول إن شاء الله أن هذا اللقاح بإذن الله إن شاء الله حيعيد الشباب في وضعه الطبيعي بإذن الله إن شاء الله. في بس تعقيب على اللي تكلمنا فيه عن انتهاء المهلة بشكل سريع، هي مددت إلى 4 شهور، إلى 30/12/2012. مهلة إيش؟ مهلة المهلة أعطاها الاتحاد الدولي للاتحاد السعودي باللجنة المؤقتة. أشكرك سيد تركي، أشكر الأستاذ أحمد على وجوده معنا، شكر للأستاذ المشاهدين يعني والمستمعين. إن شاء الله تكون الحلقة الثرية أكيد، والحمد لله ما في توقعات اليوم، أكيد كانت ثرية يعني هذا شيء كويس. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام، موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.